يعني هذه نفس ما تقول ترفيه للأخوان وتجمع في نفس الوقت. وهم هذه البطولات تطلع منها شباب، يعني تشوف الأندية تحط العين عليهم، تلقى يطلع منهم لاعب لاعبين ويضمونهم للأندية. يعني هذه بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نشكر جريدة الوطن على التغطية الحلوة، وطبعا أول شيء بعد نشكر الداعمين اللي دعموا البطولة. السنة كانت مفاجآت في البطولة. احنا توقعنا يعني فريق الحزم خاصة هو وصل الدور الأربعة، توقعنا هو بيكون البطل في النسخة السابعة على ثلاث سنوات، بس تفاجأنا فريق كوزاوي انهم اخذوا البطولة. ومن شفتوا انتوا الأداء من 3-0 قلبوا النتيجة 3-0 وتفوقوا بالضربات الترجيحية، ومبارك لهم طبعا. بخصوص اللاعبين بالعكس شفنا مواهب جميلة صراحة، مواهب أبرزت روحها في البطولة، طلعت نفسها في البطولة. أتمنى من الأندية أن يعني يشوفون هذه المواهب، وهذه فرصة أن يتواجدون ويشوفون المواهب الموجودة. وتفاجأنا حتى من العناصر القديمة، يعني في فريق كوزاوي كان في لاعبين منتخب البحرين السابقين ما شاء الله عليهم ليحين يأدون المستوى المطلوب في اللعب. نرد نقول مبارك حق فريق كوزاوي، ونقول هارد لكم فريق الحزم، أدوا يعني أداء بطولي في الملعب، ونشكر الجمهور اللي حضر. أول شيء أشكر الفريق على المجهود اللي أدوا على الملعب، والصراحة فريق الحزم فريق قوي، لازم المفروض ما نتساهل وياهم من البداية. والحمد لله على كل حال الشباب سووا اللي عليهم وين رومونتادا، الحمد لله على كل حال على هالمجهود الطيب. احنا والله من البداية تقريبا 3-4 فرص ضيعناها وما استغلينا الفرص هاي، واللي يضيع بالبداية طبعا ياخذ عليه جول، وهاي شيء معروف يعني في الغرام، إذا تضيع يبون عليه جول. والحمد لله نهاية اللعب استغلينا الفرص واستغلينا أخطائهم ورجعنا في المباراة، الحمد لله على كل حال.